بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال آه ما شاء الله يعني الحمد لله يوصلنا عن مديول الهيم كيف الحياة سبحان الله يعني كثير سريعة امبارح يعني بلشنا اول محاضرة ارأس هاي اليوم اول محاضرة هيم مديول قبل الاخير وهو انا متأكد يعني غمض فتح بنشرح المحاضرة الاخيرة بنحكي هاي خلصنا مديول الهيم طبعا اذا ظلينا عايشين ان شاء الله فان شاء الله هذا المديول طبعا من اهم المديولات آه كثير مفيد كثير بتستفيد منه لقدام من اكثر الشغلات اللي بتفيدك بالمستشفى كلينيكال لانه يعني الفحص الوحيد اللي مستحيل انت ما تعمله لما تدخل مريض على المستشفى اللي هو ايش سي بي سي مستحيل انك ما تعمله اذا دخلت واحد على المستشفى حتى اذا ما دخلته يعني 99% من الحالات راح تعمل له سي بي سي انت فنبلش الان ان شاء الله بمحاضره اسمها انتدكشن تو انيميا للدكتور تحسين غيرت لكم السلايد يعني عشان ما تظلكم مكتئبين يعني من من اللون الاسود فالحمد لله المحاضره سهله كلها مقدمه يعني عباره عن مقدمه فما راح يعني نحكي كل شيء فيها لانه كل شيء راح يتم تفصيله اكيد قدام بمحاضرات خاصه لحالها بس ايش راح نحكي يعني اغلب الشغلات واهمها ان شاء الله تعالى وباذن الله انه ما راح نطول لانه يعني اكثر واحد حكوا انه محاضراتك بالبي ان اس كانت تطول وهيك بحكي لكم والله يعني بالعكس انا بكون مبسوط اصلا اذا يعني المحاضره ما طولت لانه بصير عندي وقت اسوي شغلات ثانيه بس لانه انت لما تيجي تحكي لي مثلا انه الدكتوره او الدكتور مثلا لما يقرا المحاضره يعني تقريبا قراءه بقعد فيها ساعه واحنا كيف نشرحها شرح يعني ونوصل المعلومه قدر المستطاع بنفس الوقت يعني صح ولا يعني اذا قراناها قراءه بنا ساعه كيف اذا يعني شرحنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فيعني تحملوني انتم كمان يعني هيك عشر دقائق زياده يعني بس لا ان شاء الله انه هاي المحاضره تكون اقل من ساعه فبسم الله الرحمن الرحيم التوفيق كله من الله والتوكل على الله لانه الله سبحانه وتعالى هو اللي بيسر الامور وهو يعني مفاتيح التوفيق كلها من عنده سبحانه وتعالى فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله بسم الله فانتروداكشن تو أنيميا شو يعني أنيميا؟ أنيميا يعني بي سيز قليلة وإذا بي سيز صارت قليلة شو بده يصير عندي؟ راح يقل الاكسجين صح ولا باختصار يعني فالانيميا ديفايند ريدكشن ان توتال سيركيليتنج ريد سيل ماس بلو ذا نورمال ليميت فبالتالي بتقل الاكسجين كارينج كاباسيتي فبصير عندي هايبوكسيا عشان هيك المرضى اللي عندهم سيفير انيميا اذا ماتوا من الانيميا من ايش بيموتوا؟ بيموتوا من ام اي ليش الام اي بتصير عندهم؟ لانه الهارت بطل يوصل اكسجين يعني الهارت شرايينه فاتحه مش انه صار في جلطه فيه شرايينه فاتحه بس الهارت بده اكسجين كثير وبطل يوصل اكسجين كافي فبموت الهارت بصير عنده ام اي انيميا از يوزوالي بيس ان ريدكشن اوف هيماتوكريت الان شو يعني هيماتوكريت الهيماتوكريت الان لو انا اجيت اخذت منك بلاد وحطيته بتيوب عملت له سنترفيوج هذا البلد راح يتقسم تحت راح يكون احمر اللي هو الار بي خط صغير اللي هو الابيض اللي هو الدبليو بي سيز والبلازما راح تكون ايش فوق شفافه زي هيك او لونها على صفر فهذا اللي لونه احمر تحت هذا هو الهيماتوكريت فهو انه الريشيو اوف باكت ار بي سيز تو توتال بلاد فوليوم هذا توتال بلاد فوليوم قديش نسبه الهيماتوكريت تقريبا يعني لحد 55% خلينا نحكي تمام هذا الهيماتوكريت آآ الان وانه الشغله الثانيه انه بتقل اللي هي الهيموجلوبين كونسنتريشن الهيموجلوبين كونسنتريشن هو اكثر شيء بهمني يعني الصراحه اكثر من الهيماتوكريت ليش هسه احكي لكم ليش لانه الهيموجلوبين اذا قل هو الهيموجلوبين ترى اللي بيحكوا له قوه الدم فاذا حكى لك واحد قديش قوه دمك حكيت له والله قوه دمي 15 هاي الهيموجلوبين تاعك هيموجلوبين تاعك طيب فاذا اذا مثلا آه، شو علاقة الهيموغلوبين بالهيماتوكريت؟ الهيموغلوبين يساوي الهما آه الهيماتوكريت يساوي هيموغلوبين ضرب ثلاث فمثلا أنا إذا كان عندي الهيموغلوبين خمسة عشر الهيماتوكريت عندي قديش؟ خمسة وأربعين صح؟ طيب فهسا راح نشوف هذا الإشي فإذا قال هذول طبعا بعرف إنه عنده هذا المريض أنيميا فإذا شفت أنا الهيموغلوبين نازل فأكيد راح يكون الهيماتوكريت نازل لأنه هو ضرب بثلاث آه بنلاقيهم تحت النورمال رينج هاي صورة ار بي سيز طبعا هاي صورة كلوت على الاغلب لانه هاي فايبرين وملزقين ببعضهم البعض الان هاي الانديسز المهم جدا ان نحفظهم طيب هذول الشغلات اللي انت راح تشوفهم اذا عملت سي بي سي كومبليت بلاد كاونت راح تشوف هاي الشغلات رح تشوف عندك الهيموغلوبين حكينا شو هو الهيموغلوبين الهيموغلوبين طبعا هو انا لما يكون في عندي ار بي سيز فيها هيموغلوبين صح ولا لا هذا الهيموغلوبين الموجود جوا الار بي سيز اذا قل معناته عندي انيميا انا يعني. واضح فبنشوف الهيموغلوبين طبعا عند المن بختلف الهيموغلوبين عن الومن تختلف هاي القراءات عند المن بتكون اكثر ليش لان الومن عندها منسترول بيريد فهاي المنسترال بيريد الومن بتخسر بلاد منها فلما تخسر الومن كل شهر بلاد فهذا الاشرح يقلل عندها الار بي سيز تخسر هي بكل بيريد تخسر تقريبا من ثلاثين الى ثمانين سي سي ماشي فراح تخسر هذا الاشي فبيقل فالهيموغلوبين راح تشوف عندها ايش اقل مثلا عند الميل من 14 تقريبا ل 17 ونص هذا النورمال اه عند الفيميل من 12 ونص تقريبا ل 15 ونص خلينا نحكي اه هو النورمال فلو شفت انت عند عند فيميل مثلا 12 ونص يعني عادي ماشي عادي 12 ونص 13 برضه كثير ممتاز تمام بالبريجنسي طبعا تشوف اقل من هيك عادي كمان الهيماتوكريت هو ايش الهيموغلوبين بثلاث فلو ال 14 ضربتها بثلاث كم بتصير؟ بتصير 42 وهون لو 12 هاي ضربتها بثلاث راح تصير 36 فهو الهيموغلوبين ضرب ثلاث الهيماتوكريت فاكيد اذا قل الهيموغلوبين بقل الهيماتوكريت الار بي سيز اللي هو قديش في عندي انا ار بي سيز اللي هم احنا معروف عارفينهم انه تقريبا من اربعة ونص تقريبا لخمسة ونص لستة مليون صح مليون هذول الار بي سيز كاونت عند الفيميل برضو اقل ريتيكولوسايت هاي مهمة الريتيكولوسايت <applause> هي الار بي سيز اللي توهم طلعوا جديد يعني طلعوا من البون مورو جداد بعدهم ماشي هذول يسموهم ريتيكولوسايتس هذول غالبا يعني خلينا نحكي من واحد ونص لاثنين او من 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 نص لواحد لو ونص زي هيك يعني هاي بالوضع الطبيعي هذا بالوضع الطبيعي ليش لانه في عندي انا ار بي سيز تتكسر فهذول بيجوا مكانهم الريتيكولوسايت لو شفتهم انا مرتفعين كثير ليش بيكونوا مرتفعين بيكونوا مرتفعين لانه صاير في عندي مثلا نزيف ماشي او صاير في عندي هيموليسيز للار بي سيز هيموليسيز راح يحكم على البولمر ويحكوا بدنا ريتيكولوسايت اكثر صح فريتيكيولو سايت راح يزيدوا حتى يعوضوا مكان النقص اللي صار عندهم سواء بنزيف او بشيء ثاني اذا شفتهم مرتفعين راح تحط ببالك انه معناته في نزيف بالموضوع او في هيموليسيز بالموضوع صح عشان هيك ممكن انت تشخص مرض كامل من خلال سي بي سي العاديه هاي اللي انت بتشوفها برضه الريتيكولوسايت لو شفتها كثير قليله او زيرو راح تعرف انه في عندك انت مشكله بالبون مرو المصنع سكر وقف المشكله بالبون مرو صح ممتاز الدبليو بي سيز بنعرف انها من 4 ل 11 الام سي في هاي كثير مهمه بالانيميا هاي اهم شيء بالانيميا يعني. اللي هو الام سي في، الام سي في اللي هو مين Corpuscular فوليوم، يعني حجم الخلايا باختصار حجم الخلايا، لأن الخلايا أحيانا بتكون كبيرة وأحيانا نورمال وأحيانا كثير صغيرة، النورمال هاي نورمال، إذا كانت كبيرة يعني الام سي في كبيرة، قديش النورمال ام سي في؟ النورمال ام سي في من 80 الى 100 أو من 80 الى 96، هسا أكبر من هيك يعني خلينا نحكي مثلا إيه مثلا صارت 120 معناته هاي شو اسمها الأنيميا اسمها ماكروسيتك انيميا بعرف انه هاي اسمها ماك ماكروسيتك انيميا فبصير افكر شو اسباب الماكروسيتك انيميا بينما اذا كانت عندي اقل من هيك اقل من الرقم ها بعرف انه عندي مثلا انا ايش مايكروسيتك انيميا بعرف انه خلايا الدم هذول صاروا صغار وصغار. ليش صاروا صغار most commonly due to ايش ايرون ديفيشينسي انيميا بس برضو رح نعرف ايش الشغلات الثانيه كل, كل نوع انيميا إلها محاضره لحال فالام سي في كثير بتهمني الام سي في احفظ الرقم من 80 إلى 100 تحت ال 100 مايكروسيتيك انيميا فوق ال 100 مايكروسيتيك انيميا الام سي اتش والام سي اتش سي هذول حتى يشوفوا قديش نسبة الهيموغلوبين بالار بي سي وغالبا يعني الام سي سي اتش عفوا الام سي اتش غالبا ما ما يعني يعني ما بيستفيدوا منها كثير يعني ممكن يستفيدوا من الام سي اتش سي اثنيناتهم نفس الاشي بس هاي طبعا ما لها كالكوليشن يعني حتى يعرفوا قديش بالضبط في عندي ار بي سي عندي هيموجلوبين جوا الار بي سي لكن غالبا ما بتطلعوا عليهم ما بتطلعوا عليهم الا باسباب راح نشوفها برضه في المستقبل يعني مش دائم تطلع عليهم لكن دائم تطلع انت هيموغلوبين بعد ما تطلع الهيموجلوبين تطلع الام سي في هذول بيفيدوك كثير الار دي دبليو بتفيدك كمان آه حتى تعرف آه نوع الانيميا كمان وتميز بينهم الار دي دبليو اللي هي ايش نسبه الار بي لبعض يعني مثلا انا اذا عندي بالدم خلايا ار بي سيز كانوا كبار يعني كانوا طبيعيات هيك طبيعيات بعدين صار في عندي مايكروسيتك انيميا فراح يكون في عندي خلايا طبيعيات وبعدين خلايا جداد تصنعوا صغار هاي الفيريشن فيهم انه في صغار وفي كبار راح اه ترفع لي الار دي دبليو فشوف لما الار دي دبليو تشوفها مرتفعه تحكي معناته في فاريشن معناته انه كان في كان الوضع عندي طبيعي بعدين صار في عندي مايكروسيتك انيميا مثلا بينما اذا كان الأردي دي دبليو نورمال معناته انه اصلا كل الار بي سيز كلهم نفس الحجم واضح هسه ممكن تكون انت مش فاهم علي الان شو قاعد بحكي لكن راح تعرف اكيد لما ندخل بكل موضوع شو هو بالضبط هاي هيك مقدمه ما راح اقدر أحكيك إشي شيء برضه ان شاء الله يعني بس نخلص الموضوع الانيميا بشكل كامل راح نجيب يعني سي بي سيز راح اجيبهم واصورهم يعني المستشفى سي بي سيز يعني حقيقيه وتشوفهم وكذا ونعرف ونحل الكيسز عليهم اللي انت تصير تتميز كل شيء فهي يستخدموها للتمييز مثلا بين الايرون ديفشنسي انيميا والثلاسيميا لان الايرون ديفشنسي انيميا المريض كان عنده نورمال الار بي سيز بعدين صغروا نتيجه الايرون ديفشنسي انيميا بينما الثلاسيميا المصنع نفسه بيصنعهم صغار من اول ما انولدوا هو بيصنعهم صغار فبتكون الار دي دبليو نورمال هون بينما الايرون ديفشنسي بتكون الار دي دبليو مرتفعه ليش لانه في فاريشن نيجي الان لمصطلحات هيك تعريفات اللي هو هيو المين سي مين سيل فوليوم اللي هو الافريج اوف فوليوم حجم الخلايا يعني هذا حجم الخلايا ب بي اه بالفيمتو ليترز بالفيمتو مش مهمه يعني لكن اه يعني بتذكر وانا سنه خامسه بالنسائيه سالوني انه شو الوحده ساعه الام سي في اللي انت بتحكي عنها حكيت لهم انه فيمتو اه طبعا مش شطاره مني يعني كانوا مبهدلين واحد قبلي واحفظتها منه قبل بكم من يوم يعني ليتر تمام الان المين سيل هيموغلوبين اللي هو الام سي اتش حكينا اللي هو نسبه الهيموجلوبين بالخليه والام سي اتش سي نفس الاشي بس ايش يعني الافرج تاع الكونسنتريشن جوا ال قديش في هيموغلوبين جوا هاي يعني هاي الام سي اتش سي يعني شوي بيكون ادق لانه كالكوليتد برضو حكينا مش مهمات كثير هذول لكن في بعض الحالات ممكن اشوفهم بيكونوا مهمات هاي جرام لكل ديسليتر بينما هاي بيكو جرام اللي هي الام اتش الان الار دي دبليو اللي هو الكوفيشنت اوف قديش في فاريشن بالار بي في صغار وكبار معناته الار دي دبليو بيكون مرتفع كلهم صغار او كلهم كبار كلهم نفس الحجم معناته الار دي دبليو بيكون نورمال فبميز شو نوع الانيميا طيب الان نيجي لاسباب الانيميا ليش إن ممكن انسان يصير عنده انيميا بدك تحكي لي اول شيء بتفكر فيه انه صار في عنده لوس بلاد لوس نزيف من وين يصير النزيف؟ ما من اي مكان جراح انطخ آه، صار في عنده مثلا اي اشي بالكولون صار عنده نزيف بالامعاء صار يستفرغ دم اي اشي بيعمل لي بلاد لوس بلاد لوس ممكن يكون اكيوت كثير يعني بينزلوا اكيوت فبنزل الار بي ممكن يكون كرونيك يعني بلاد اوزنج يعني شوي شوي بيطلع بلاد لما فتره كثير طويله بس عندهم كرونيك زي المرضى مثلا اللي عندهم كولون كانسر الله يشافيهم جميعا بيضل عندهم ايش شوية نزيف ما بيحسوا عليه بيجوا انيميك بفحصوا هم انه دمهم كثير نازل بعدين بكتشفوا انه في قولون في كانسر بالقولون وهيك فهذا كرونيك بلود لوس النوع الثاني اللي كثير مهم انه انكريز دستركشن للار بي سيز اللي هو الهيموليتيك انيميا والهيموليتيك انيميا طبعا موضوع قائم بحد ذاته يعني الهيموليتيك انيميا آه، انه بصير في هيموليسز الار بي سيز موجوده عندي وفجاه الار بي سيز هاي تتكسر راح نعرف ليش تتكسر اكثر من سبب اما انه اوتو اميوني هاجمها اما انه هي فيها مشكله اما انه السبلين صار يطحنها كثير آه، فراح نشوف هاي الاشياء ان شاء الله فهذا السبب, السبب الثاني للانيميا السبب الثالث اللي هو ديكريز برودكشن هذا الحكي بيكون من البون مرو البون مرو بطل يصنع صار في اشي في انفلتريت للبون مرو صار فيه في انفكشن وقف نشاط البون مرو ف برودكشن هاي الدكريز برودكشن شو بتفيدني فيها بالار بي سيز شو الاشي راح يفيدني اللي هو ايش اللي هو retic الريتيك كاونت سايت راح لاقي ايش هون راح لاقي نازل راح لاقي سايت نازل ليش لانه المصنع وقف الدكريز برودكشن نيجي الان مثلا على انكريز سيل ديستركشن اللي هو الهيموليسيس ليش انا ممكن يصير في عندي هيموليسيس الان في شغلات وراثيه وفي شغلات مكتسبه وهيك الان احيانا بصير هيموليسيز نتيجة inherited genetic defect يعني من أول ما ينولد الإنسان في عنده مشكلة بالجينات المسؤولة عن الـ RBCs فبصير عندهم هيموليسيز زي إيش؟ إما يكون المشكلة بإنزيمات بالـ RBCs أو مشكلة بالوول تاع الـ أو السيل اللي بالنسبة للسيل برين إحنا بنعرف إنه الـ RBC بتيجي شكلها بايكون كيف زي هيك يعني باي يكون كيف من الجهتين الان احيانا انه الوول تاعها بيكون فيه نقص بشغلات معينه بتخليه شكله زي هيك فبطلع الار بي سي شكلها كرويه كروي يعني سفير سفير فبصير في عندي مرض اسمه هيريديتري سفيروسايتوس هذا الهيريديتري سفيروسايتوس بتكون الخلي الخلايا الدم الحمراء كرويه زي الكره فهي الكرويه هاي لما تدخل بالسبلين السبلين فيه كابيلاريز كثير صغار على قد الار بي سيز فلما تدخل هاي هون ما راح تقدر تدخل فبتنفجر ماشي فبصير هيموليسيس هيموليسيس لايش للار بي سيز نتيجه انه ايش اللي عنده مشكله اسمها هيريديتري سفيروسايتوس برضو اكيد راح ن... يعني نحكي عنه وبجوز بالمحاضره هيك كانه اخرها بنحكي عنه ان شاء الله لان في شيء اسمه هيرديتري الليبتوسايتوس الليبتوسايتس يعني زي هيك بيجي شكله. هيك خلايا الدم الحمراء بتيجي اصلا ماشي شو الحيوان اللي اصلا خلايا الدم الحمراء عنده زي هيك اللي هو الجمل الجمل هيك اصلا عنده هي... الليبتوسايتس من الله يعني زائد العصافير كانه با. مش مش موضوعنا طيب فهردت اللي لبتو انه شكلهم زي هيك فبرضه هذا الشكل ما بيحب السبلين فبفرموا كمان فبصير هيموليسيس طيب شو في شغلات ثانية انزيم ديفشنسيز لان بالوضع الطبيعي الله سبحانه وتعالى حاط انزيمات معينة بتحافظ على الار بي سيز مثلا نيجي مثال على الجي 6 بي دي اللي هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز فهذا بصير له ديفشنسي جلوكوز 6 فوسفاتيز هاي الدي اصلا هي كانه ديفشنسي ما علينا هذا الجلوكوز 6 فوسفاتيز الله سبحانه وتعالى حاطه بالار بي سيز حتى يحميهم من الفري راديكلز او من اي ستريس يعني يجي عليهم يخربهم فهذا الجلوكوز 6 فوسفاتيز اذا اذا راح اي فري راديكلز بتيجي على الار بي سيز بتدمر الار بي سيز تاعتنا هذا المرض اللي بسموه بالعربي, بالعربي التفول التفول جي 6 بي دي هذول الناس بس ياكلوا فول فول اخضر طبعا مش فول العلب هذا، فول اخضر، الفول الاخضر فيه فري راديكلز، الفري راديكلز بالوضع العادي احنا بنستحملهم سبحان الله، لكن المرضى اللي عندهم جي 6 بي دي ما بيستحملوهم فبيجوا بيهاجموا الار بي سيز ما بيلاقوا واحد يحمي الار بي سيز اللي هو جي 6 بي، فبيهاجموا الار بي سي فبصير هيموليسيز، هذا طبعا المرض لو تروح بالربيع على اربد بتلاقي يعني كثير بالمستشفيات منه يصير لهم هيموليسيز، ليش على اربد؟ لانهم بزرعوا فول، آه طيب انت حكيت يوكلو مو شرط ترى ياكلوا حتى لو مريت انت من جنب المزرعه وعندك جي 6 بي دي احيانا بصير في عندك هيموليسيس تخيل انسان ضعيف بس احنا بنتشاطر فالجي 6 بي دي ها الجلوتاثيون نفس المبدا يعني تقريبا واضح فهذول انزيم ديفشنسي لو راحوا بصير في عندي هذا المرض جي 6 بي دي تذكر انه هو ايش اكس لينكت ماشي فما بصيب الفيميلز بصيب بس الميل طبعا بصيب الفيميل بشيء نادر جدا اللي هو ليونايزيشن انه واحد من الاكسات الفيميل بيكون معطوب فبضل اكس واحد شايل الجين هذا فبمرض الانسان اكيد راح نجي تفصيل ان شاء الله نيجي الان للهيموغلوبين اب نورماليتيز انه الهيموغلوبين نفسه فيه مشكله الجلوبين نفسه فيه مشكله زي آه وزي مين زي مرض الثلاسيميا الثلاسيميا الجلوبين الموجود عندي بيكون خربان طب شو الجلوبين وشو الهيموغلوبين هسا هيموغلوبين من اسمه هو ايش هيمو زائد جلوبين صح هيموغلوبين بسوي هيموجلوبين. الان الهيم شو هو الهيم شغلتين اللي هو حديد اف اي وبروتو بورفرين تتذكر رينج جوات الحديد فاف اي وبروتو بورفرين وجلوبين فاذا قلل الجلوبين اكيد راح يقل الهيموجلوبين كله لانه هو جزء لا يتجزا من الهيموجلوبين صح ولا لا فاذا في مشكله بالجلوبين زي الثلاسيميا راح يصير في عندي برضو انيميا من وراها صح لانه الهيموجلوبين راح يقل برضو راح نشوف كمان بالمستقبل انه اذا قل الحديد راح يصير في عندي انيميا ليش لان الحديد بيصنع لي الهيم فاذا قل الحديد راح يقل, فإذا يقل الهيم واذا قل الهيم راح يقل الهيموجلوبين معي ان شاء الله فزي الثلاسيميا الثلاسيميا بيكون في عندهم ايش ديفيشنت بالجلوبين نقص بتصنيع الجلوبين وبرضه الجلوبين بيكون سيء وبرضه البون مرو ما بيصنع كويس ها؟ ركز البون مرو ما بيصنع كويس راح نجيها لقدام ان شاء الله ستراكشرلي ابنورمال جلوبين انه ممكن يصنع جلوبين بس بيكون خربان الجلوبين زي السكلس الانيميا السكلس الانيميا الجلوبين اللي فيها بيكون في مشكله بواحد من الامينو اسيد تشقلب مكان امينو اسيد ثاني فبصير في عندي الخلايا منجليه زي المنجل زي هيك هاي الخلايا المنجليه بتعمل لي مشاكل ماشي فبس تيجي تدخل على اول اشي بس تخبط باي شيء بصير لها هيموليسيس فبصير هيموليسيس عند هذول زاد انه اذا بتدخل ببلاد فيزل ممكن يعلقوا ببعض ويسكروا لي البلد فيزل ويعملوا لي راح يموت النسيج اللي صاحب البلد فيزل هذا تمام فهذول المرضى غالبا بصير في عندهم شيء اسمه اوتو سبلينكتومي انه السبلين بصير بينقص هو مش انه انت دخلته وقصيته نفسهم الار بي سيز سكروا البلد فيزل تاعات السبلين فمات السبلين فبسموه اوتو سبلينكتومي برضو ان شاء الله راح نجيب بمحاضرة الحالة نيجي على اكوير جينيتك ديفكتس انه الان في بعض الناس بيكون وضع عندهم كويس لكن بعد فترة بصير في عندهم انيميا نتيجة برضو جينيتك ديفكت بس بالمستقبل بتصير اللي هو ديفشنسي بالفوسفو داينستول داينستول لينك جلايكوبروتين هسه شو هذا الفوسفوداين سيتول ؟ تول آه فوسفوداين سيتول هذا هذا عباره عن فوسفوليبيد موجود بالار بي سي على السطح بال بالسيلول للار بي سي هذا له صحبه مع واحد اسمه آه داف, داف داف دي اي اف المهم هذا الداف وظيفته انه يحمي الار بي سي من مين مش من الفري راديكلز من الكومبليمنت سيستم تذكر كومبليمنت سيستم سي 3 وسي 4 وش اللي هاي هذا الداف بمنع انه السي 3 يجي يركب لانه اذا السي 3 ركب بيجوا اصحابه بيركبوا جنبه بيعملوا لي فتحه بالار بي سي فبتنفجر الار سي هذا الداف هو والفوسفوديينسيتول بحموها اذا اذا الان ممكن الانسان بعد بعد فتره يصير في عنده نقص بهذا الاشي او نتيجه طفره معينه نتيجه اي اشي بصير عنده هذا المرض مرض سيء يعني خلينا نحكي شوي او كثير آه فبصير عندهم هاي, هاي هذا المرض فبروح الفوسفوديينسيتول فبروح الداف بيجي السي ثري بركب هون فبتنفجر الار بي سي لكن ايمتى بصير هذا مش انه 24 ساعه هذا بصير انه آه بيجي السي ثري على الار بي سي بحكي لها يلا بدي افجرك بتحكي له لا ما احنا ما تعرضنا للستريس حتى تيجي تفجرني بس نتعرض للستريس بحكي طيب ماشي انت الانسان دائما بيتعرض للستريس اذا قل البي اتش عنده اذا قل البي اتش عندك هذا ستريس صح ولا اذا قل الاكسجين عندك شوي هذا ستريس احنا بالوضع الطبيعي كل يوم بصير عندنا هذا الأشي تعرف متى واحنا نايمين بس ننام بقل التنفس شوي فبي... فبيقل البي اتش عندنا لان بنبطل نطلع سي او 2 كثير فبيزيد الكربونيك اسيد جواتنا بقل بزي... البي اتش بصير حموضه بالدم وبقل الاكسجين لانه ما بنتنفس بشكل كويس يعني وانت نايم بقل الاكسجين شوي طبعا مش كثير فهي الاشياء تعتبر كسترس يعني بسمح انه السي 3 تيجي وتركب على الار بي سيز فهذول المرضى بصير عندهم هيموليسيز يعني ايش بالليل بالليل وهم نايمين فشو اسمه اسمه باروكسيزمال نكتورنال نكتورنال يعني بالليل بصير هيموغلوبين يوريا انه الهيمو انه بس يصحى هذا المريض اللي عنده هذا المرض بيجي يروح على الحمام بعيد عنكم يورينيت وشو شو بيطلع معاه بيطلع اليورين لونه ايش لونه زي الكوكاكولا نتيجه هيموغلوبين جوا اليورين من وين اجى الهيموغلوبين من تكسر الار بي سيز طلع الهيموغلوبين صار يطلع باليورين وضحت باروكسيزمال لانه مش دايما بيروح وبيجي مع الستريس هذا هذا المرض هذا المرض اكواير جينيتيك يعني بالوضع الطبيعي ما بنولد الانسان وعنده هذا المرض لكن يصاب فيه لقدام الله يعافينا جميعا لان انتي بادي ميديت الدستركشن انه طبعا ايش اوتوميون ديزيز يعني او غير الاوتوميون ديزيز انه واحد اعطيته انت دم معين هو دمه اي وانت اعطيته بي اكيد الاي راح يهاجمه صح ولا لا عن طريق الانتي نفس الشيء هي ترانسفيوشن رياكشن ار اتش ديزيز انه الولد من امه اذا كانت الام مثلا ار اتش نيجاتيف ولدها ار اتش بوزيتيف اول ولد راح ينولد يدخل شوية دم على الام الام ار اتش نيجاتيف يعني ما عندها ار اتش فبس يدخل الار اتش تاع الولد عليها راح تشوفه اول مره بحياتها تشوفه فراح يكونوا له انتي ايه شو هذا الار اتش اول مره نسمع فيه بتكون انتي ضد الار اتش هذا وضحت فالمولود الثاني راح تكون الانتي جاهزه بتستناه بتهاجمه مش شرط انه يموت بس اللي بعده بتزيد الامور أسوأ Uh, فبالتالي عشان هيك الامهات اللي عندهم ار اتش نيجاتيف وجوزهم ار اتش بوزيتيف فاحتمال كبير انه يطلع الولد ار اتش بوزيتيف فبس تخلف ايش بيجوا بعطوها ابره اللي هي انتي رو او رو جام حتى تكسر الانتي اللي تكونوا عندها وترجع لوضع الوكاله يعني بدون انتي بوديز تحمل مره ثانيه ممكن درج انديوس احيانا درج انديوس بصير زي اوتو اميون للار بي سيز بيهاجموها او الاوتو اميون ديسوردرز نفسها الان ميكانيكال تروما انه الان هاي ميكانيكال تروما انه بيكون في عندي مشكله بالبلود فيزلز البلاد فيزلز صار فيهم تضيقات في نتيجه مشاكل معينه فبس تيجي ار بي سي تدخل هون بوم تنفجر تنفجر هون لانه المساحه كثير ضيقه عليها هاي طبعا قصه لحالها وراح ناخذها اكيد بمحاضره لحالها الامراض هاي اللي هم الدي اي سي والاتش يو اس والتي تي بي والاي تي بي. هذول محاضره لحالها راح نعرفهم بالتفصيل ان شاء الله الان كارديك تروماتيك هيموليسيس انه في عندي انا من اسمه كارديك تروماتيك هيموليسيس انه مشكله بالهارت صارت تعمل تروما للار بي سيز وخصوصا ما احنا قاعدين بنحكي عن مين عن الفالفز انه اذا انت جيت ركبت فالف الفالف ما راح يكون كثير ناعم زي اللي الله سبحانه وتعالى خلقه فهذا عرضه انه ايش يضلوا ايش يعني الار بي سيز بس يمروا بالفالف هذا يتمزعوا وينفجروا فبصير في عنده شويه هيموليسيس تمام الان انفكشن اوف ار بي سيز اللي هو زي الملاريا الملاريا بتهاجم الار بي سيز فبصير في عندي هيموليسيز لهذول الار بي سيز الملاريا وبعدين الملاريا ما بتهاجم الا الار بي سيز الصحيحه يعني مثلا المريض اللي عنده مثلا جي 6 بي دي ما بتهاجمه الملاريا بتحكي شو انا اهاجم جي 6 بي دي ما لا ما بهاجم الا تكون الار بي سيز صحيحه 100% <applause> فهي الملاريا رح تاخذوها اكيد يعني بالمايكرو رح تشوفوا كيف تهاجم الار بي سيز وتدمرها اذا ما اخذتوها يعني بهالزمنات سيكوستريشن انه ايش زيادة التكسير مين المسؤول عن تكسير السبلين فبسموه هايبر سبلينزم احيانا السبلين يعني ينجن ويصير يفرم كثير ار بي بسموه هايبر سبلينزم خصوصا مثلا إذا, اذا صار في عندي زيادة البورتال بريشر صار في عندي بورتال هايبر فالسبلين بينجن وبصير يفرم كثير فبتكون العلاج يعني انك تشيل السبلين هذا طبعا له كثير اسباب تعمل هاي الاشياء uh, inherited genetic defects انه بحكي لك اه, آه هون بدي احكي لك شوي عن ايش عن البون مارو يعني خلينا نحكي ديكريس اه ديكريس آه دي سيل برودكشن هون قاعد بحكي لك انه كيف البون مارو بقل البرودكشن انا سالتك قلت لك كيف البون مارو بقل البرودكشن اول شيء بدك تفكر فيه تحكي من اول ما يولد الطفل بيكون البون مارو خربان بحكي صح انهرت الجينيتك ديفكتس انه ديفكت ليدنج تو ستيم سيل depletion stem سيلز الموجوده اصلا هناك وتصنع لي ار بي سي خربانه زي مثال عليها انيميا عند الاطفال بتصير اسمها فانكوني انيميا هاي الفانكوني انيميا الستيل سيلز اصلا واقفه ستيم فكل اشي بتلاقيه نازل الار بي سيز نازلات الدبليو بي سيز نازلات والبليتلت برضو ايش نازلات تمام كل شيء نازل كل شيء قليل حتى هذا الولد لو تجي تطلع على ايديه راح تلاقي عنده هاي ايده وهي الثمب هذا الثمب بتلاقيه مش موجود او كثير صغير هيك آه يعني مميزه انه هاي فانكوني انيميا تمام التلمريز <تسجيل> ديفكت يعني تقريبا زي الفانكون يعني بس انه ايش اعرف انه هون من اول ما ينولد يكون عنده الشغلة هاي الان ديفكت افكتنج ارثروبلاست ماتوريشن الارثروبلاست مش هي البون مارو البون بصنع اشي اسمه ارثروبلاست هاي الارثروبلاست تتحول الى ايش آه او البون اصلا بكون فيه اشي اسمه بروجينيتر البروجينيتر بتحول الى ارثروبلاست والارثروبلاست بالاخير بتتحول الى ايش ريتيكولوسايت هاي الريتيكولوسايت هي اللي بتطلع على البون والاريثروبلاست بتكون نيوكلييتد بينما الريتيكولوسايت ما بيكون فيها نيوكليس يعني انت اذا شفت اي ار بي سي عندك بالدم فيها نيوكليس معناته في مشكله بالموضوع الار بي سيز نوت نيوكلييتد ماشي فهذول الاريثروبلاست واللي جوا البون مرو بيكون فيهم نيوكليس فهون انه احيانا هذول ما بصير ماتوريشن كويس انهم يتحولوا للريتيكولوسايت ويروحوا يطلعوا على بلاد ستريم زي مين زي الثلاسيميا حكيت لكم الثلاسيميا احيانا البون مارو ما بصنع كويس ليش انه بصير في عندهم مشاكل طبعا الثلاسيميا في اكثر من نوع الفا وبيتا وماينر ومي... وميجر وابصر ايش كله يعني هذا راح يجي تفصيله راح نعرف كيف ما بصير إيش نيوتريشنال ديفشنسي انه الان في شغلات بالنيوتريشن اللي انت بتاخذها وخصوصا الفيتامينز يعني خلينا نحكي او الايرون انت قلت عندك الان هاي هي اهم الانيمياز اللي انت ممكن تشوفها اهم انيميا والموست كومن انيميا اللي هي ايرون ديفشنسي انيميا فهاي ايش افكت مين أفكت الهيموجلوبين synthesis طب ليش الحديد بدخل بالهيموغلوبين نعم لانه قلنا ان الهيموغلوبين هو هيم وجلوبين والهيم هو حديد وبروتوبورفيرين فإذا الهيم قل او الحديد قل راح يقل الهيم معناته راح يقل الهيموغلوبين فافكت الهيموجلوبين سينثس هاي بدك تتذكر الايرون ديفشن انيميا هي الموست كومون انيميا وشو نوعها نوعها مايكروسيتيك انيميا الار بي سيز بتكون صغيره فانت مباشره اذا شفت الهيموجلوبين نازل وطلعت على ام سي في لقيت الام سي في مثلا 60 على السريع شو بتحكي؟ موست كومن ايرون ديفشنسي بس طبعا مش بس ايرون ديفشنسي في اشياء ثانيه راح نعرف كيف نميز انه والله هاي ايرون ولا مش ايرون بس اول إشي بيجي ببالك ايرون ديفشنسي بينما فوق افكتينج دي ان ايه سينثسيس الان لتصنيع الدي ان ايه بس انا بدي اصنع ار بي سيز واخلي الار بي سيز هاي تنقسم شو بصير؟ هاي عندي الار بي سي هون لما بدها تنقسم هاي الار بي سي بدها تنقسم الى اثنين فلازم يكبر حجمها بعدين تنقسم لاثنين صح؟ ممتاز مين بيساعد بالعملية هاي الفوليك أسيد لأن الفوليك أسيد بيساعد إيش بالدي إن إيه مزبوط ولا مزبوط صليت على النبي اللهم صل على محمد اليوم الجمعة يعني لازم نصلي كثير على اللهم صل على محمد فالفوليك أسيد كثير بيساعد بالدي إن فإذا الفوليك أسيد هذا قل شو بصير بتصير خلية بتكبر تكبر تكبر, بس يجي تنقسم ما بكفيها الفوليك أسيد بيجوا حكوا وقف ستوب اللعبة ستوب اللعبة شو يا اخوان شو صار شو بدنا ننقسم يلا هي كبرنا وكل شيء تمام ودبلنا الدي ان اي وخلص بيحكوا لا خلص والله ما بكفي فوليك اسيد من هون لهون يهديك يرضيك ما في مجال فبتضل خلايا ايش حجمها كبير عشان هيك الفوليك اسيد والبي 12 شو بصير عندهم ماكرو ماكرو فراح تشوف الام سي في قديش اكثر من 100 اكثر من 100 بدك تفكر ببي 12 او فوليك اسيد طيب بي 12 شو دخله هل بي 12 بيساعد بالدي ان اي حكينا بالفيديو تاع البي ان اس حكيت لكم لا البي 12 بيساعد انه يطلع الفوليك اسيد من, من مستودعاته يعني هو الحارس تاع الفوليك اسيد فاذا الفوليك اسيد انا عندي موجود هون مخزن عندي بالجسم بس يجي يطلع في انزيم والانزيم بده بي 12 اذا ما عندي بي 12 راح يضل الفوليك اسيد محشور عندي فما راح يروح الفوليك اسيد ل للبون مارو فبالتالي ما راح يصير في عندي دي ان اي سينثيز فالدي ان اي سينثيز على الجهتين نتيجه الفوليك اسيد ديفشنسي وإذا صار بي 12 ديفشنسي راح يصير فوليك اسيد ديفشنسي وضحت القضيه عشان هيك المرضى اللي عندهم بي 12 ديفشنسي لو اعطيتهم فوليك اسيد الانيميا ما بتتحسن راح نجيها بالتفصيل برضه ان شاء الله الان ديكريز ار آه بي سيز برودكشن كمان نفس الشيء اريثروبويتين ديفشنسي احنا بنعرف في هرمون اسمه اريثروبويتين هذا الاريثروبويتين بيطلع من الكلى وبطلع تقريبا خلينا نحكي عشرة بالمية او اقل من الليفر خصوصا عند الطفل وهو بطن امه يعني تقريبا فهذا الاريثروبويتين بيروح على البون مرو بيخليه يصنع ار بي سيز كثير فالاريثروبويتين هذا اذا بطل يطلع كثير مرات راح يصير عندي انيميا انت ببطل يطلع الاريثروبويتين اذا صار في عندي مشكله بالكلى صح فاذا صار عندي مشكله بالكلى زي رينال لا سمح الله ما راح يطلع الاريثروبويتين فبصير عندهم انيميا زاد انه مثلا ايش انيميا اوف كرونيك ديزيز انيميا اوف كرونيك ديزيز من اسمها انه واحد يكون عنده كرونيك ديزيز مثلا اوتو اميون ديزيز او ديزيز كثير سيء آه، نتيجة هذا الديزيز بصير انيميا ليش هسا في عندهم حديد بيكون موجود الحديد وكل اشي موجود ماشي بس انه ايش البون مرو بيكون تعبان ما بصنع كويس آه، شو اللي بصير ما بدي احكي بالضبط يعني لكن باختصار يعني أنيميا في كرونيك ديزيز تيجي انت تحكي مع البول مرو تحكي له مرحبا بول مرو والله يا غالي انه آه، بدنا ار بي سيز المريض صار عنده انيميا بحكي يا زلمه هو وقتك وقت الار بي سيز تاعتك ما انت شايفنا بلشانين يا زلمه في عندك انت ابصر روماتويد ارثرايتس ولا اوتو اميون ديزيز ولا كذا فاضيين احنا للار بي سي بكفوك هذول اللي عندك هسه مش فاضيين فالجسم كله بسترس فما بصير تصنيع كويس للبون مرة اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ها مثل المسلمين في هم تراحم المسلمين ها المسلمين حقيقيين طبعا مش اللي نشوفهم حاليا يعني اللي بس يجي واحد من مكان معين آه او من محافظة معينة يعتبر كيهودي بالمحافظة الثانية ومستعدين الكل اللي يجي عليه ويهاجمه ويعاديه كأنه احنا يعني يهود ببعض والله المتشاطر وشايف حاله كثير يعني قوي هي يغرب اسرائيل اي اسرائيل عنده فرجينا مراجل نتمرجع على بعض احنا بنفس المحافظه يعني كان سبب تقسيم البلاد العربيه هذا الشيء اللي احنا فيه حاليا انه والله بصير شغلات بسوريا بتحكي يا حرام والله ان شاء الله الله يجيرنا طيب شو الله يجيرنا ما هم سوريا يعني يعني لو ما تقسموا الحدود يعني نعتبر احنا كلنا دوله واحده يعني بالاخير لكن سبحان الله يعني بعدنا عن الدين فبطل في رابطه دينيه صار في رابطه عشائرية وتعصبية رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ندعوها فإنها منتنة لكن لساتنا إحنا نتمسك فيها للأسف رغم أنه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون طيب أميون mediated injury of progenitors progenitors هم إيش الخلايا المصنع الأساسي بالبول مرو progenitors هذول أحيانا بيجي الاميون سيستم بيهاجمهم وإذا هاجمهم ما راح يكونوا لأي إشي سواء دبليو بي سيز آر بي سيز وغيرها فهذول البروجينيترز آه إذا الأميون سيستم هاجمهم راح يصير في عندي إشي اسمه إي بلاستيك أنيميا بلاستيك يعني تصنيع إي بلاستيك وقف التصنيع إي بلاستيك أنيميا بتصير نتيجة أوتو أميون ديزيز إنفكشن كذا بيجي بيهاجم البول مرة بيوقف المصانع هاي إذا وقف المصنع عن تصنيع أي إشي بيصير إي بلاستيك أنيميا أحيانا المصنع بيوقف مثلا يبطل يصنع بس آر بي سيز بس بيصنع دبليو بي سيز وبليتلت ها بسموه بيور ريد سيل ابليزيا انه بس والله ار بي سيز بطل يصنع لكن الشغلات الثانية شغالة كويس هاي نتيجة اميون ميديتد للبروجينيترز انفلاماشي انفلاماتوري ميديتد ايرون سيكوستريشن اللي هي انيميا اوف كرونيك ديزيز قلنا انه في عندي انا ايرون في امور كويسة لكن مش فاضيين يصنعوا بدهم الايرون لشغلات ثانية حتى الجسم يظلوا قوي وهيك primary hematopoietic نيوبلازم. الان هون برايمري hematopoietic نيوبلازم انه انا عندي اصلا مشكله بالبون مرو برايمري يعني بنفس البون مرو فهون البون مرو احيانا بصير في عندي مثلا اكيوت لوكيميا كرونيك لوكيميا ديسبلازيا، مايلو بروليفيريتيف ديسوردرز هاي الشغلات راح نجيها ان شاء الله تعالى لها محاضرات لحال مش عارف إذا يعطيها الدكتور تحسين ولا الدكتور نافع لكن إذا ما فهمناها الآن اللوكيميا واللمفوما والشلة هاي ما راح نفهمها لو قدام لأنه ما راح تلاقي واحد يجي ويحكي لك لوكيميا وهيك وشغلات يعني هاي السنة يعني الهيم هذا كثير يعني صراحة من أهم المواضيع اللي لازم نعرفهم خصوصا اللوكيميا والأنيميا فإذا هاي إذا صار في لوكيميا أنيميا ميل بروليفيرتيف ديسوردر هاي الشغلات كلها بتأثر على البولمرو بولمر ما بصنع كويس فبصير في عندي انا ايش decrease cell production برضو اذا في سبيس اوكيباينج بون مارو ليجن سبيس اوكيباينج يعني يحتل المكان الموجود عندي فانا عندي بون مارو لكن اجي مثلا تيومر وعب البون مارو هذا فبيجي البون مارو بحكي له يا حبيبي بعد عني بدي اشتغل بدي اصنع بحكي له شو دخلنا حل عني فكيف بده يصنع البون مارو وفي حدا قاعد فوقه ما راح يقدر فمثلا metastatic نيو بلازم ديزيز زي تي بي وغيره هاي الشغلات بتيجي بتعبي البون مرو فما رح يصنع كويس برضو اذا في تيومر بنفس البون مرو اصلا اذا في عنده تيومر ببون مرو مثلا اوستوجينيك ساركوما مثلا بالفيمر مثلا رح يعبي البون مرو طبعا ايش رح يضل في سل برودكشن من باقي العظمات لكن يعني كمثال يعني انه كيف بيصير اوكيباينج للبون مرو في عندي اشي اسمه انفكشن اوف ار بي سيز بروجينيترز ال RBCs progenitor يعني الخلايا اللي بتصنع ال RBCs احيانا في infection من فيروس معين وهذا بدك تحفظه لانه كثير يعني مشهور بالشغلة هاي اللي هو ال parvovirus B19 infection هذا ال parvovirus B19 infection بيجي على RBCs progenitors وايش بيعمل بيعملها switched off بيطفيها طبعا فترة معينة يعني فمثلا بتلاقي مريض كان عنده بارف فيروس بي نايتين بعدين فجأة ولا انه عنده انيميا كثير يعني دمه كثير نازل بتفحص تدور كذا ما في لا نزيف ولا في اي اشي كذا المهم بطلع السبب من البون مرو فبتعرف انه البارف فيروس بي نايتين هو السبب متذكر وانا بالاطفال برضه اجى الدكتور وسأل حكى شو مثلا في اشي حكينا له انه بارف فيروس بي نايتين فبسألوه نيجي على المورفولوجي كثير مهم مورفولوجي كاركترستيك بروفايد ايتيولوجي كلو انه هاي الشغلات بتخليك انت يعني انت واقف هون بتخليك تعرف انه تروح هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك فبتعرف انت وين بدك تروح حكينا ايش اهم اشي اللي هو ريد سيل سايز شو شو هو معناته ام سي في هذا اهم اشي حكينا فهذا الام سي في ريد سيل سايز تيجي تطلع عليه اما تلاقيه نورموسيتك مايكروسيتك ماكروسيتك اذا واحد والله صار عنده نزيف الان راح تلاقي نورموسيتك لو الخلايا بعدها مش والله راحت على المصنع والمصنع بطل يصنع وصار ايش اذا واحد عنده نزيف كرونيك وشوي أو شوي, شوي اوزنج واحد عنده كانسر بالقولون مثلا راح تلاقي مثلا مايكروسيتيك او واحدة عندها مثلا البيريود بتجيها هيفي كثير بتنزف البيريود تاعتها راح يصير عندها مايكروسيتيك والمايكروسيتيك انيميا زي مين مين على السريع يحكي لي فوليك اسيد وبيتوليك يعني فيتامين بي 9 وبي 12 تمام هذول بيعملوا لي ايش ماكروسيتيك انيميا ديجري اوف hemoglobinization هون ببين لك انه ايش لون الار بي سيز لون الار بي سي انه تكون نورمو كروميك ولا هايبو كروميك نورمو كروميك كروميك لون يعني انه تلاقي لون الار بي سيز طبيعي ولا قال لونه خف آه غالبا ايش اللي بيخف اللي هو المايكروسيتيك يعني تلاقيه ايش بحكيلك هايبو كروميك مايكروسيتيك انيميا زي هيك بحكي لك. ماشي هو آه هايبوكروميك نور آه مايكروسيتيك فهاي آه فهايبوكروميك كل ما كان لونها اخف آه افتح كل ما كانت ايش معناته الهيموجلوبين فيها اقل فكيف افتح انه هيك تلاقي الار بي صار جواتها لون ابيض كثير مش زي الطبيعي فهي هايبوكروميك بتكون أدرس سبيشال فيتشرز بالشيب مثلا انك مثلا والله تعمل بلد آه آه بلاد فيلم بتلاقي والله الخلايا هيك شكلها الليبتوسايت فبتعرف ايه بتحكي هذا المريض معناته الليبتوسايتوس او مثلا سكل بتلاقي سكلز بتحكي والله هذا الانيمي او تلاقي الخلايا كثير كرات زي هيك بتحكي هاي سفيروسايتوس وضحت انه ايش مباشره يعني بتشوفها على الشيب فهيك انت حليت القضيه لان whatever ايفر cause وان سفشنتلي سيفير انيميا شو بصير عند الواحد اللي عنده سفير انيميا بقل الاكسجين اذا قل الاكسجين وقل الهيموغلوبين عنده وقل الدم عنده بصير اول شيء لونه بيل بيل لانه الدم مش موجود عنده طبعا انت بالمستقبل راح تصير تعرف المريض وهو جايك تحكي له انت عندك انيميا ماشي خصوصا الفيميلز مبين بتلاقي بي على وجهها مبين انه هي انيميك تيجي والله تطلع تحت عينها الكونجنكتايفا من تحت بتلاقي ايش انه والله بيل كونجنكتايفا مثلا طيب ويكنس اكيد لانه ما عنده اكسجين كافي ماليز بيكون تعبان ومرهق وهيك وفتيق ادويلتي بسرعه بتعب هاي الشغلات اكثر الشغلات بالانيميا يعني بتلاقيه بحكي لك بس امشي شوي قلبي كثير بدق ليش لانه ما بكفي اكسجين فبدق قلبه حتى يعوض هذا الشيء ذا لورد اوكسجين كونتنت سيركيوليتنج بلاد بصير عنده ديزني ليش لانه ما بوصل دم كثير فبيحاول يتنفس كثير حتى يعطي اكسجين كثير للدم Uh, on مايلد اكزيرشن بس يتحرك شوي قلبه بصير دق كثير وبتنفس كثير سريع وبصير في عنده صعوبه بالتنفس كمان لانه بده اكسجين هايبوكسيا كان كوز فاتي تشينج ان ذا ليفر الان انه طبعا هاي يعني مش عارف ليش محطوطه هون بس انه احفظها يعني هايبوكسيا بالاخير يعني بالاخير يعني بتعمل مليون الف قصه لكن اخر شيء ممكن تعمل لك فاتي تشينج بالليفر واضح فاتي ليفر يعني مش الفاتي ليفر في الكوهوليك فاتي ليفر وفي نان الكوهوليك هاي اكيد راح يكون من النان الكوهوليك فاتي ليفر وراح يصير في عندي آآ آآ فاتي تشينجز بالمايوكارديوم والكدني ابصر ايش احفظ انه بالمايوكارديوم بصير ايش ام اي اذا سفير وبكون تاكي كارديا اذا مثلا مايلد وممكن اذا اذا بالاخير كمان يصير في عندي هارت فيلير ليش بسموه هاي اوتبوت كاردياك هارت فيلير يعني ايش نتيجة انه القلب كثير بضخ كثير شاد على حاله وبصير له فيلير بالاخير ليش شاد على حالك الهارت بحكي شو بدي اعمل بدي اوصل الار بي سيز يعني مم... في قلال أر بي سيز بدي احاول اوصلهم باسرع وقت ممكن هم والاكسجين اللي معاهم If fatty changes in myocardium are sufficiently severe, so we have cardiac failure. Can develop compound tissue hypoxia caused by deficiency of oxygen in the blood, فبموت الإنسان اون ما مايوكارديا هايبوكسيا بصير في عنده انجينا بكتورس الانجينا بكتورس انه لما يقلل اه اكيد بتعرفوها انتم واخدين سي في اس وعارفين شو الانجينا نتيجة قلل الأكسجين الهارت خصوصا اذا صار في ايش اذا المريض اصلا عنده coronary artery يعني المريض اصلا عنده مثلا انسداد بالشريان الفلاني بالهارت فاذا كمان صار في عنده انيميا رح تزيد الاعراض هاي اسرع واسرع لانه يدوب اصلا الشريان قاعد بيوصل الاكسجين فاذا قل الدم معناته قل الاكسجين معناته بطل يتوفي معه acute بلاد لوس الان اما external واما internal نزيف خارجي او داخلي ذا افكت اوف acute بلاد لوس ار مينلي ديو تو Uh, the loss of intravascular volume which is massive can lead to cardiovascular collapse shock or death اكيد طبعا اذا الانسان نزف كثير راح يصير ايش عنده شوك لكن اذا نزف كميه ما وصلته للشوك راح تلاقي الار بي كثير قليله عنده if the patient survive uh, يعني بحكي اذا ضل عايش the blood volume is rapidly restored by ايش intravascular shift of water from the interstitial fluid compartment result in hemodilution and lowering the hematocrit يعني شوف وليش بحكي لك دائما يعني هاي القراءات كمان ما بتكون دقيقة مية بالمية ليش لأن واحد نزف دم لأن إذا واحد نزف دم بده ينزف بلد وبده ينزف فلود صح ولا لا فإذا واحد نزف دم بده ينزف بلد وفلود فإذا جيت انت فحص دمه ممكن تلاقي الهيموجلوبين والهيماتوكريت نورمال ليش ليش نورمال لأنه بحكي لك نزفهم يعني أنت فاهم كيف يعني عندك أنت بريق شاي وبريق الشاي هذا فيه سكر بتركيز كذا وجيت انت كبيت نصه وجيت فحص التركيز نفس التركيز مو صح ولا لا عرفت كيف لكن بعد فتره ببلش يبين انه هو قل اه عن الدم طبعا شو الشيء اه فبحكي لك انه هذول المرضى اللي نزفوا دم بعد شويه بدنا احنا هي الارتريز قل الدم فيهم فبصير السوائل تيجي من الانترسيشن تدخل على الارتريز oh! حتى تحاول ترجع شويه mm Detali فلود للارتريز يعني حتى الارتريز تظلها ماشية وما يكون يصير في كولابس وشوك فهاي الفلويد لما تيجي تدخل راح يصير ديليوشن للهيماتوكريت صح راح يصير ديليوشن للهيماتوكريت يعني ايش آه... راح يبين عندي ايش لورينج للهيماتوكريت نتيجه هيمو دليوشن فاذا بحكي لك مثلا والله واحد نزف الان وبعد ساعه اجيت او ثاني يوم جيت انت فحصت ثاني يوم بتلاقيه الار بي سيز عنده قلت ليش قلت هاي الار آه... بي سيز يجي لك والله معنا... تيجي انت تحكي له نتيجه الهيمو ديليوشن تمام لكن أولها ممكن ما تبين أنها قلت ما تبين أنها قلت ماشي لأن التركيز هو هو ما علينا نيجي الآن للأنيمة uh, blood loss the reduction of oxygenation trigger increase secretion of erythropoietin from the kidney which stimulate proliferation of committed uh, erythroid progenitor cells بالبولمارو هاي اللي يسموها ايش committed erythroid, uh, erythroid progenitor cells بالبولمارو يعني هي المصنوع المسؤولة عن تصنيع الار طيب قديش بدها هاي البروجينيتر حتى تصنع بدها خمس ايام تقريبا for the progeny of these هاي cells to mature and appear when as a reticulocyte بالبلد بالبريفرال بلد يعني الدليفري قديش بده خمس ايام لو اجيت انت حكيت معاها وحكيت لها بدي ار بي بتحكي لك بدنا خمس ايام لحتى نوصلك ماشي طيب الان هاي الجملة كثير مهمة بحكي لك مين المريض اللي اسرع رح يتحسن دمه اسرع، الانيميا رح تتحسن اسرع، المريض اللي صار عنده نزيف خارجي ولا داخلي؟ بتحكي له اللي صار عنده نزيف داخلي، ليش؟ لانه صار عنده نزيف داخلي الحديد ظلوا جوا الجسم، فبيجوا بيجي الجسم يحكي ايه هي حديد يا ما احنا مفكر احنا خايفين من الانيميا، هي الحديد موجود عندنا، برجع الحديد وبيرجعوا يصنعوا له هيموغلوبين منه. بينما اذا انت خسرت هذا الاشي لبرا الجسم ما بدك ترجع تصنع من اول وجديد وتجيب حديد من اول وجديد صح؟ فهي احكي لك الايرون ريكابتشر برجع يعاد امتصاصه اذا كان بالاكسترافازيت جوا التشو يعني نزيف داخلي بينما اذا نزيف بال يعني صار نزيف بالامعاء وصار يطلع برا مع الستول او انه برا هو اصلا يعني اوت ذا بدي بصير في عندي ايرون لوس بوسبل ايرون ديفشنسي النقص بالحديد ليش لانه كدك ترجع انت تاخذ حديد ويرجع يمتصوه ويسووا منه بينما هم مباشرة بيلاقوه فباخذوه which can hamper the restoration of normal cell ار uh, normal RBCs يعني انه اذا صار ايرون ديفشنسي انيميا راح يقل ال RBCs عندي كاونت تمام فاذا مين احسن نزيف داخلي بعيد الشر طبعا عن الجميع يعني uh, الان لكن افضل أفضل الاسوائين Significant bleeding result in predictable change in blood involving not only red cells but also white cells and platelets. لأن والله مثلا واحد صار عنده لا سمح الله نزيف راح ينزف بلاد فوليوم وهذا بلاد فوليوم قلنا فيه هيماتوكريت وفيه دبليو بي سيز وفيه بلازما وفيه البليتلت والشلة هاي صح؟ فانت راح تنزف كل هذول فراح يصير مش بس ار بي راح الشلة الثانية راح تقل. If the bleeding is sufficiently massive to cause decrease in blood pressure the compensatory release adrenergic hormones شوف والله ركز على الجمله هاي ركز بحكي لك اذا انت الان إيه صار في نزيف كثير راح يقل البلاد بريشر صح اذا صار كثير راح يقل البلاد بريشر الان شو بصير راح يشتغل ستريس هرمون من اهم الستريس هرمونز اللي هو الادرينالين ادرينرजिक هرمونز راح يشتغلوا الادرينالين بس يشتغل بروح على البومرو بفوت على البومرو بلاقي الشباب قاعده وهيك مش دارين شو الطبخه بفوت بحكي وكنتوا قاعدين هون اطلعوا بسرعه كلكم على 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 البلد فبطلع كل شيء حتى الليكوسايت بتطلع على البلد حتى تعوض كل هذا الشيء بالله عليك هذا الله سبحانه وتعالى حاط لنا اياه كله عشاننا يعني تخيل ما بده اياك انت تعاني من اي شيء لو نزل الضغط ونزفت انت قد ما نزفت راح تشتغل كل الكومبنسيتري سيستم لك عشانك يلي الله سبحانه وتعالى المؤذن خمس مرات باليوم اليوم الله اكبر الله اكبر الله اكبر انت تحكي لا لا في مليون شغله اكبر والعياذ بالله تخيل قديش عامل لك شغلات عمرنا شفنا ليكو سايت تطلع من بون مرو عشان ار بي سيز قلت وين صارت هاي؟ بتصير؟ والله ما بتصير شوف كيف بتصير هون عشانك عشانك يوم القيامة رح رح ننسأل عن كل اشي رح تنسأل عن هذا الاشي اللي كان عشانك وانت ما استغليته ولا تع... يعني ولا غلبت حالك تحكي الحمد لله رب العالمين فوالله مش عارف شو بدي احكي الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ان ار بي سيز نورمال ان سايز طبعا بحكي لك اول شيء حكيت لكم اذا صار نزيف الان او يعني نزيف اكيوت راح يكون عندي نورموسيتيك نورموكروميك انيميا يعني الار بي سيز قليله لكن الار بي سيز حجمها طبيعي ووضعها طبيعي لانه هاي الاشياء ما بتتغير بسرعه لانه اصلا بدك الريتيكولوسايت لما تيجي من من المصنع بدها خمسة ايام فبحكي لكن بس تيجي الريتيكولوسايت آه, آه طبعا الريتيكولوسايت راح تزيد صح مزبوط قديش راح تصير هي بالوضع الطبيعي واحد لاثنين تقريبا هون توصل لعشرة بالمية خمسة عشر بالمية،, بالمية خصوصا بعد سبعة ايام فأحكي لكم ممكن من السي بي سيز انت اذا شفت ريتك كاونت مثلا وصلت عشرة بحكي اوه والله معناته في نزيف عنده هذا الزلمة ولا الريتيكولوسايت شو بدو يزيدها زي هيك صح ولا لا؟ طيب اه لكن بعد فترة الان بعد فترة الريتيكولوسايت اه بعد فترة طبعا اه لون الار بي سيز رح يتغير رح تحول اما حسب المسبب تاعها يعني او حسب النقص اللي رح يصير سواء ايرون ديفشنسي ولا هيك انه رح تصير مايكروسيتك هايبوكروميك او ماكروسيتك وهيك الريتيكولوسايت شو هي؟ حكينا هي الار بي اللي اول ما طلعت من البون مرو، هاي طبعا بيكون حجمها اكبر من الطبيعي، larger in size than normal فبتكون هي ماكروسايت كبيرة يعني، and have blue-red polychroma chromatophyll سيتوبلازم، يعني السيتوبلازم هيك مزركش، في زركشات بالسيتوبلازم، فيها نيوكليوس؟ ما فيها نيوكليوس، ما فيها، فهي شكل الريتيكولوسايت هي شكل الار بي الطبيعية. Early recovery from blood loss is also often accompanied by thrombocytosis which results from increased platelet production يعني yani مش بس الليكوسايت زادت برضو مين زاد معاها كان ثرومبوسايت كمان زادت عشان المريض هذا ايش آه يعني يضل الفوليوم شوي مرتفع هاي المزركشة هاي ايش ريتيكيوسايت شايف حجمها اكبر من الطبيعي الان طبعا هاي الصورة هي شو اسمها blood فيلم بلود فيلم الان انيميا اه هذاك كله كان اكيوت لوس الان كرونيك لوس انه الان ينزف الانسان لكن ايش بفترات طويلة الان اذا ظل الانسان ينزف 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 شو راح يصير فترات ايش طويلة وينزف كرونيكلي الحديد راح يقل فغالبا المرضى اللي ينزفوا كرونيك لوس بصير في عندهم ايش ايرون ديفشنسي انيميا يعني شو بده يصير في عندهم مايكروسيتيك انيميا هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا وغالبا ايش من نقص الحديد ليش لانه خسر ار بي سيز والار بي سيز فيها هيموجلوبين والهيموجلوبين فيه حديد وطلع برا راح الحديد قل الحديد قل الحديد لحتى يصير في عنده ايرون ديفشنسي انيميا فهي لك اونلي اوف ذا ريت اوف لوس اكسيد ريجينريشن كاباسيتي انه الان صار في النقص للار بي سيز اكثر من عدد التصنيع تبع البون مورو فبصير في عندي انيميا قبل هيك مستحيل يصير وغالباً شو بصير في عندي لحتى الـ iron depleted وسيحدث في عندي iron deficiency anemia فهاي بدنا نعرفها احنا ان iron deficiency anemia هي اللي دايماً تيجي مع الـ chronic blood loss دايماً chronic blood loss iron deficiency anemia تمام most often cause of anemia iron deficiency anemia not bleeding per se احكي لكم most common cause اللي هو iron deficiency anemia مش الـ bleeding نفسه يعني لأنه احكي الـ bleeding, chronic bleed بعمل iron deficiency anemia بس مليون الف شغلة بتعمل iron deficiency anemia الطفل الصغير ما بأكل كويس ايرون دوفشنسي بنت عندها امتحانات ما بتأكل كويس ايرون دوفشنسي ابصر مين بس دخان وقهوة ايرون دوفشنسي انيمي فالايرون دوفشنسي هي الموسكة الان شو الكوز للكرونيك بلاد لوس الان ايش جي اي تراكت ليجن جايني يعني اما شغلات نسائية او شغلات بالجي اي سيستم الان بري woman وومن post منوبوز وومن المراه اللي بتكون قبل سن الياس اللي يعني بعدها منسترويت يعني بعدها عندها بيريود اذا صار في عندها مينوريجيا مينوريجيا انه زاد عندي بلود لوس بالبيريود اكثر من 80 سي سي تقريبا هاي يسموها مينوريجيا رغم أن هذا المصطلح بطل يستخدم يعني صار اسمه اب uterine يوتراين بليدنج لكن بسموه مينوريجيا آه فهاي المرأة بتكون عندها الدورة هيفي فبتسألها بتحكيك اه الدورة عندي شوي هيفي وهيك فبصار عندي انيميا انت بتعرف انه صار عندها انيميا من وراء هاي الاشي طيب اذا واحده بوست منوبوز واحده ختياره ما فيش عندها بيريود فهاي شو بدك تتوقع؟ بدك تتوقع انه جي اي بلاد لوس بدك تتوقع انه جي اي بلاد لوس بس برضو اسالها عن الجاينيكولوجيك احكي لها في دم ولا لا لانه في ختيارات بتنقطع الدوره عنهم بصير عندهم لا سمح الله تيومر بالرحم وبصير في عندها بليدنج وبتستحي تحكي ماشي تيجي انت تفكر بالجي اي بتحكي له ايش انا اسالها ما هي اكيد من بوز اسالها يا سيدي يعني انا بعرف واحده توفت انها ما كانت تحكي ومستحية تحكي اكتشفوا بعدين كان ميتاسس تيومر وهيك الله يرحمه ويحسن لان هيموليتيك انيميا انيميا اوف انكريز ديستراكشن اه هون اشورتند ريد سيل لايف سبان بيلو ذا نورمال 100 دايز اه انه هون آه البلد الطبيعي الأر سيز بتعيش قديش تقريباً أه, 120 يوم، مزبوط بتعيش 120 يوم أو ناس بحكيك ثلاث أشهر بتعيش. فهون إنه أنت إذا صار سيكوستريشن إلها قبل هذا العمر معناته هذا إيش اسمه؟ آه, أنيميا هيموليتيك أنيميا. آه, Elevated erythropoietin level and compensatory increase mean ريتيكيدوسايتوسيس بصير في عندي. حكينا إذا صار في عندي قل البlood آه، سواء نزيف أو آه, هيموليتيك أنيميا وعلى السريع شو راح يصير؟ ريتيكل سايت راح تزيد صح؟ ليش؟ لانه حكينا بنحكي مع البول مرة بحكي طلعت لكم ريد بلاد سيلز لانه قل عندكم ريد بلاد سيلز بالبلاد فيزلز فريتيكل كثير بتهمني اذا صار المريض عنده نزيف او اذا عنده Hemolytic انيميا كثير بتفيدني واضح؟ accumulation of hemoglobin degradation product that can uh, create as a part of ابصر ايش اه هسه شو الهيموجلوبين ديجريديشن برودكتس يعني هيموجلوبين لو تكسر ليش بده يتحول نعرف انه راح يتحول لايش اسمه بليفردين ماشي وبعدين بليروبين هذا بليروبين راح يروح على الليفر الليفر راح يطرحه بالابصر ايش بالانتستين المهم هذا البليروبين ركز لي عليه فالمريض اللي عنده هيموليتيك انيميا بيكون دمه نازل وبرضه لونه اصفر مريض وبرضه اليورين عنده زاد الهيموغلوبين فيه فلون اليورين ريد برضه هذول اللي عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا زي سايتوسز او الليبتوسايتوسيس هذول طول عمرهم بضلوا يتكسر عندهم كل يوم كم من ار بي سيز وبطلع البيلوروبين وبروح على الليفر الليفر قد ما بيطلع بيلوروبين وبيسويه وكذا في جول بلدر اذا بتتذكروا كان يصير في عندي ايش حصوات بالجول بلدر بس لونهم بلاك بلاك ستونز بسموهم بيلوروبين ستونز نتيجة هيموليتك انيميا فبدك تسألهم هذول انه والله في حدا منكم شايل المرارة لانه فيها حصوات وهيك وكذا يعني تمام فانه هاي الهيموجلوبين ديجريديشن برودكت بصير لها اكيوميليشن تمام طيب هيموليتيك انيما ريجاردلس للكوز برنسبل فيتشر اكسترا هيموليسيس وفي ايش انترا فاسكولار هيموليسيس هسه شو يعني اكسترا فاسكولار هيموليسيس وانترا فاسكولار هيموليسيس هسه بحكي لك اكسترا فاسكولار هيموليسيس يعني والله ما صار عندي النزيه ما صار عندي تحطيم الار بي بال... سيز جوا الدبليو جوا الفيسلز برا وين المقصود يعني بالسبلين بالسبلين فهذول غالبا شو بصير عندهم سبلين وميجالي بيكبر حجم السبلين قد ما كسر بيكبر حجمه بصير في عندهم انيميا بصير في عندهم جوندس ليش الجوندس من زياده البيليروبين ماشي لانه تكسر ار بي سيز كثير فالجوندس صار عندي هذول اكسترا فاسكولار هيموليسيس يعني برا البلاد فيز طيب في انترا هيموليسس اه في اذا مثلا واحد عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا بيجي الانتي بوديز وبيكسروا البلاد فيزلز بيكسروا السيلز وهم بالبلد فيزل صح فشو بصير عندهم هذول الناس بصير انيميا صح وبصير ايش بصير الهيموجلوبين وين يطلع بوين يطلع الهيموجلوبين بالدم تمام بيطلع الهيموجلوبين وين بالدم وبصير في عندي ايش هيموجلوبين يوريا بيطلع آه بطلع الهيموجلوبين بصير في بالدم والهيموغلوبين بصير باليورين وبصير في عندي هيموسيدرين يوريا انه يعني تراكم الحديد بالتشو وبصير في جوندس طبعا هاي قصه يعني راح نحكي عن عن آ آ الفسيولوجي تاعها بالهيموليتيك انيميا كيف بالضبط بصير في عندي هيموجلوبين نيميا وهيموجلوبين يوريا وهيك بس على بدنا نحكي انه هاي بلاد فيزل وهاي دبليو بي سي ار بي سي تكسروا بده منهم الهيم هي الهيموجلوبين فصار في عندي هيموجلوبين ايميا صار هيموجلوبين بالدم وهذا الهيموجلوبين بما انه بالدم راح يروح على الكليه والكليه راح تطلعه بالبول فراح يصير في عندي هيموجلوبين يوري صح زائد انه هذا الهيموجلوبين هو ايش حديد وكذا فهذا الحديد بترسب بالجسم بصير في عندي ايش اسمه هيموسيدي سيدروس مثلا واذا ما ترسب الحديد هذا بصير يطلع باليورين بسموه هيموسيدي سيدرين يوريا ماشي فمن العقل يعني معروف انه معناته وين صار الهيموليسيس جوا البلاد فيزز ولا كيف وصل للكدني وصار يطلع باليورين بينما هون بالسبلين السبلين على الساكت بفرم بمسكه بطق رقبته وبوديه على الليفر على الساكت فبمسك الار بي سيز بفجرها بوديها على الليفر على السريع الليفر بعملها لها باخذ وهيك والامور هاي وعلى الساكت لا من شاف ولا من دري ماشي ما بصير هيموجلوبين يو يوريا وايميا وابصر بينما هاي انترفاسكولا بتصير الشغلات هاي. صلينا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد آه انه الهيموغلوبين بس يطلع آه ولا خلاص خلينا نوقف هون وهذول كم سلايد آه بنعملهم في فيديو سريع ان شاء الله حتى ايش آه تحاولوا تصفطوا الامور شوي يعني كان بودي اني اعمل محاضرة شفتوا كيف يعني والله يعني حاولت اظني مستعجل آه لكن في شغلات ضروري نعرفها ويلا عشان بالاخير ان شاء الله يعني تستفيدوا قدر المستطاع و كان لي الشرف يعني اني انا اكون اللي راح يشرح لكم السي بي سي وانه كيف تقرا السي بي سي اللي هو اكثر شيء راح تقراوه بالدنيا وبلكي ان شاء الله يعني الله يكتب لنا الاجر ويرزقنا الاخلاص والقبول آه وكل ما تشوفوا سي بي سي تدعون الله يوفقكم ويسر اموركم ان شاء الله هذا اللي يضل اكمل ساعات اخيرات نعملهم باذن الله فيديو قصير يعني ابو ربع ساعه زمن هيك ان شاء الله تعالى واتذكروا يا اخواني والله ما في توفيق الا من الله سبحانه وتعالى مستحيل تفكر انه في توفيق وانت بعيد عن رب العالمين او انت ما بتصلي صحيح انه في ناس هيهم يجي يحكي لي هاي في ناس كثير ناس ملحدين اليابان ملحدين وهيهم متطورين كثير الله عندهم امانه عندهم امانه احنا لا امانه ولا اشي دائما قال لك انه مبسوطين يعني صحيح متطورين بس طلع قديش نسب الانتحار صارت عندهم احنا يعني الحمد لله قدر المستطاع يعني نسب الانتحار يعني اقل رغم انها قاعده بتزيد عننا. لأن الناس بطلت تعرف إنه في دنيا وفي آخرة وفي حياة ثانية وإنه هاي مش حياة يعني هاي كلها أيام إذا إحنا ما استغلناها والله راحت علينا قديش ودعنا ناس السنة هاي آه راحوا يعني كل يوم الواحد بسمع شغلات المستشفى بيشوف ناس وأطفال وصغار وكبار بيروحوا طب يعني ح... بدي أحط حالي مكانهم يعني هل أنا مستعد إني ألاقي رب العالمين زي هيك أنا؟ هل أنا مستعد ألاقي رب العالمين وأنا أعطاني كل النعم هاي اللي جواتي وقاعد بقرأها كل يوم كل محاضرة فيها نعم شكل وما اشكر الله سبحانه وتعالى في خمس دقائق ما انا قاعد عدم واخذ فوت الواحد على المطبخ ولا على الحمام ولا على كذا بقعد له ربع ساعه زمن الله أكبر. الصلاه خمس دقائق خمسه بس ما بصليها لله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك الله طيب يوفقكم جميعا وييسر اموركم وان شاء الله نراكم الفيديو القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته